برأيه ده. اسلام النهارده الكوتش بتاع سان داونز، بتكلم بقى على اللياقه البدنيه وانت متخصص فيها، قال انه من خلال المباراه الاولى لن يسعف النادي الاهلي او لن تسعف لاعبي النادي الاهلي ولياقتهم البدنيه، مش هيقدروا يجارونا خلال الشوط الثاني. بعيدا عن اهلاويتك اللي انا اعرفها، هل انت شايف فعلا ان اللياقه البدنيه قويه جدا لسان داونز عن النادي الاهلي وفقا لكلام الكوتش؟ اللياقه البدنيه لسان داونز مش اعلى حاجه ومش اعلى من النادي الاهلي، هي بس كانت اعلى لسان داونز في الماتش ده عشان الاستحواذ. الاستحواذ بالكوره كان مديهم احساس ان هم اعلى بدنيا، هم اعلى بدنيا تقريبا 5% 10%، بس مش الكلام طبعا اللي بيقول 90 دقيقه ما يقدروش يجارونا. لا، الاهلي يقدر بخبراته طبعا يجاري فريق سان داونز ويقدر يعمل حاجه كويسه في جنوب افريقيا. يعني انت شايف ان سان داونز اعلى ب 5% 7% مش كتير كلياقه بدنيه، وبالتالي من خلال ممارستك بقى كمدرب عام، هل تنصح موسيماني ان يبدا من مدافعا من منتصف الملعب ولا يفتح خطوطه ويشتغل بشكل طبيعي؟ بيلعب بشخصيه الاهلي. بشخصيه الاهلي، بيلعب بشخصيه الاهلي، هو بيهاجم عادي جدا بيفتح خطوطه. طول ما انا معايا يعني عامل استحواذ على الكوره واقدر ادور الكوره، ده اللي هيديني الاحساس ان انا اعلى بدنيا وان انا ماسك الماتش كويس وماسك زمام المباراه. زي ما حصل مع سان داونز هنا، الاهلي كان سايب له زمام المباراه وكان بيلعب في كل حته، والاهلي كان بيلعب على الكاونتر اتاك وعرف يعمل الجونين. يعني دي كانت تاكتيك من موسيماني، اعتقد ان ده تاكتيك عمر ما الاهلي هيدافع في ملعبه بالطريقه دي. هو عمل شك للمدرب ان هو بيدافع فعلا. قال انا فوجئت ان الاهلي كان بيدافع، انت بتقول ان هي خدعه من المدير الفني. طبعا اوكي. طيب يعني بشكل رقمي، مباراه العوده بين سان داونز والاهلي كام عشان اسجلها لك؟ كام؟ So from the second leg, I think المباراة العودة أعتقد أنها ستكون مباراة قوية على سان داونز أن يهاجم الأهلي، وهذا سيسمح بفرص كبيرة للأهلي في الهجمات المرتدة السريعة وسيجد المساحات، وأعتقد أن الأهلي سيلعب مباراة أفضل فنيا من المباراة الأولى، لأن المباراة الأولى لم تكن هي أفضل الحالات الفنية، ولكن لديهم روح الفوز. حتى أن سان داونز أتوقع أن يلعب بقوة، ولكن أنا أتوقع أن يتأهل الأهلي للمرحلة المقبلة. كام؟ الأهلي سيفوز 1-0 بإجمالي 3-0 في مجموع المباراتين. من الواضح أن الأهلي لديه خبرات كبيرة في حراسة المرمى، وسان داونز سيحاول اللحاق وتعويض نتيجة المباراة الأولى، وهذه ستكون مشكلة كبيرة، ولكنهم سيحاولون أن يضغطوا على الأهلي، والأهلي سيستغل هذه المساحات. وكما قال إسلام أن يجب أن يحتفظ الأهلي بالكرة ويدورها، وأن يحاول دائما أن يعطي أن يجعل المنافس يائسا ولا يغير طريقة لعبه. عليهم أن يلعبوا بالتمريرات القصيرة ويجعل الأمر صعب على المنافس. والأهلي بالفعل، وأنا متأكد أنهم سيلعبون مباراة أفضل وسيكون هو له اليد العليا من الناحية الفنية. واضح أن أنت ذكرت حارس مرمى الأهلي، أنت عارفه كويس. هل في لاعب آخر أو أكثر في النادي الأهلي أنت معجب به من خلال رؤيتك للنادي الأهلي، سواء في مباراتهم أمامك أو مباراته أمام سان داونز؟ العديد من اللاعبين لديهم فريق رائع، يمكن أن يجروا التغييرات بأريحية شديدة جدا. اللاعبين الاحتياطي لا يختلفوا عن الأساسيين بالتأكيد. الأهلي لديه مدافعين رائعين يستطيعون بناء الهجمة بطريقة جيدة جدا، لديهم لاعبين يتحركون بين الخطوط
ويتعاملون مع الكرة بشكل جيد ويتخذون مواقع جيدة جدا في الملعب ولديهم وعي بالتحركات التكتيكية في الملعب ويعرفون ماذا سيفعلون بالكرة قبل أن يستلموها. هناك اللاعب الذي يلعب في مركز عشرة الذي يستطيع مجدي وهو مجدي أفشا. أنا أحب هذا اللاعب جيد بشكل كبير وهناك العديد من اللاعبين الجيدين الآخرين. كما أن الأهلي لديه القدرة أن يجعل من المباراة مزيج ما بين الكرات الطويلة والكرات القصيرة. كما أن لديهم هداف جيد جدا يستطيع أن يلعب بشكل مباشر على المرمى. إذن الأهلي لديه خيارات عديدة جدا ويحقق لكي يحقق الفوز ويبقى الأهلي فريق قوي جدا. إسلام برضو بسألك هل في أسماء بعينها أنت شايف أن هم يعني دول المؤثرين جدا في أداء النادي الأهلي؟ لو ذكرت ثلاث لاعبين مثلا غير محمد الشناوي. طبعا أفشة عامل دور كويس جدا في نص الملعب. محمد شريف بسرعاته. محمد شريف طبعا حل كويس جدا ويقدر يضرب بيه between the line، يقدر يعمل حاجة كويسة من وراء المدافعين. وصلاح محسن كتغيير ما يبدأش بيه. ما يبدأ. طب مين الجناحين؟ كان سؤالي النهارده مين الجناحين من وجهة نظرك اللي يلعبوا في النادي الاهلي الماتش الجاي ده؟ الجناح الشمال هيبقى طاهر. اوكي. وزي ما هو هيبدأ بحسين الشحات. انت رأيك؟ حسين الشحات. دول افضل اثنين. ومحمد شريف. مظبوط. ومجدي قفش طبعا. اليو ديانج. والسولية. طرفين محمد هاني وايمن اشرف. اثنين في القلب. هيبقى بدري بنون وانا ارجح ياسر ابراهيم عن رامي ربيع في الماتش ده. عايز قوه شويه. ممتاز. طيب كلارك.